سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله دائما يا رب تامين ولامين ومتمسكين بعاداتنا السمحة وتقاليدنا السودانية المميزة، ومجتمعين جميعا على حب هذا الوطن الحبيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في خامس أيام عيد الأضحى المبارك، أتمناه عيدا سعيدا مميزا على الجميع. أسرة اليوم الخامس تحييكم وتتمنى لكم فترة مميزة اختنا لها عنوان الترنم بالكلام. فدائما ما نقول للأغنية السودانية ثلاثة أركان أساسية، واليوم تكتمل أركان الأغنية الناجحة. العنوان الأساسي وعمود الأساسي الشاعر والملحن وأيضا المغني، أي المؤدي الذي يعكس جهد الشاعر وأيضا الملحن. اليوم تكتمل أركان الأغنية الأساسية لتظهر للمستمع والمتلقي بشكل جميل ومميز. بنعيد عليهم، بنتعرف على تفاصيلنا المميزة، برحب بهم جدا، برحب جدا بضيوفي الموجودين معي داخل الاستوديو، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. برحب جدا بالأستاذ والشاعر والملحن أحمد البلال فضل المولى، أحد الشعراء الشباب المميزين، صاحب البصمة الواضحة والمميزة، وأيضا ساوى بين كفتي الكلمة، إحساس الكلمة وأيضا اللحن المميز، فظهر على لسان عدد كبير جدا من الشعراء الشباب الذين يعتبرونه أحد الأدوات الأساسية أو الإبداعية المهمة جدا لمسيرة الفنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كل سنة وانتم طيبين. مرحبا بك وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والشعب السوداني بخير، ونتمنى دوام الرخاء والاتزان والنماء لسوداننا الحبيب، ونتمنى أننا نقضي فترة عيدية لطيفة بلطافة الضيوف المعانا اللي أنا ما داير أفصح عنهم، وسعيد بإطلالتي بالتأكيد على قناة النيل الأزرق المميزة، وإني أنا عايد على الناس اللي بيعرفوني. مرحبا بكم، احنا سعيدين بك بالتاكيد. ايضا يمتد الترحاب ب يعني شاعره ايضا ونونا النسوه تشكل حضورا مميزا من خلال هذه الفتره المميزه، ايضا شاعره وملحنه برز نجمها مؤخرا، ولكن استطاعت في فتره وجيزه ان تكتب اسمها باحرف من ذهب، وايضا اسهمت مساهمه كبيره جدا وفعاله في خارطه الاغنيه السودانيه برفض عدد كبير جدا من الاعمال وسط الفنانين الشباب ايضا والبارزين في الساحة، الشاعرة والملحنة أيضا زوبا طاشين. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة زوبا، منورة. مرحبا بك فاطمة، ومرحبا بكل المتابعين، وكل سنة وأنتم طيبين، عام سعيد عليكم، كل الناس اللي انضمت لمتابعتنا، إن شاء الله ربنا يديكم العافية ويلقاكم سالمين وتامين إن شاء الله يا رب. مرحبا بك. أيضا يمتد الترحاب بصاحبة الصوت المميز الذي يتقطى الروعة وجماله، دائما الفنان ما يعكس جهد الملحن والشاعر وايضا الموسيقي، نحن بنهنيها بالعيد وبنحييها الفنانه مكارم بشير. اهلا وسهلا بك، كل سنه وانتم طيبين. مرحبا. ان شاء الله دائما تامين ولامين يا رب العالمين. نتمنى لشعبنا الجميل حياه فيها كل الرخاء وفيها كل السلام والامن، وسعيده بكم جدا باللمه الظريفه دي. برحب بالفرقه الموسيقيه الرائعه، اساتذه جميلين ربنا يحفظكم، والكاست خلف الكواليس، واستاذ زوبا طاشين، استاذ سعيده، استاذ احمد البلال، طبعا استاذنا كلنا من زمان معاهم. كل سنه وانتم طيبه. ان شاء الله ربنا يديكم الصحه والعافيه. مرحبا بك مكارم، وسبقتيني في تحيه الفرقه الموسيقيه لك التحيه، وانا بحييهم بقول لهم كل سنه وانتم طيبين اللي بيساهموا في توقيع عدد كبير جدا من الاغنيات اللي بتتخللها هذه المساحه. اهلا بكم منوريننا، وبدايه مكارم تدعي بي لكل الساده المشاهدين، ومن ثم نتواصل لنبتدي مساحتنا العيديه. اهلا بكم. Yeah.
تحية لك مكارم وتحية لكم مشاهدينا. ترنم بالكلام وأركان الموسيقى الأساسية وأركان الأغنية عفوا الأساسية، نلتقي على استوديو قناة النيل الأزرق بكل فرح وسعادة، ونتسامر ونغني أيضا بحلو الكلام. برحب بك أستاذ أحمد، يعني أنا سؤال كذا ممكن يكون سؤال مفاجئ بالنسبة لك، أنا عرفت إنه أنت صوتك جميل، أنت شاعر ما شاء الله مميز وملحن أيضا مميز، لكن لم تحترف الغناء، ما هو السبب؟ والله يا أخي أنا بالنسبة لي الشعر بيعبر عني، يعني أي زول في الحياة دي عنده شكل حاجة بتعبر عنه. في الأصل أنا يعني ابن منطقة الجزيرة اللي بيتراوح سكانها ما بين رعاة ومزارعية، فبالتالي اصلا البيئه هناك مدعاه للغناء، يعني انك انت في حواشات بتغني وصوتك لازم يكون جميل واخذ راحته وكده. لكن شخصيتي انا ذاتي كاحمد بفتكر انه الشعر او انتمائي للشعر فيما بعد جاته حاجه ثانيه اسمها الحان، لكن انا بنتمي للشعر اكثر، فحاسس انه بعبر عن شخصيه اكثر من مغني، فبيقولوا كل خلق لما يسر له، ف ومكارم بتغني كده ومستمتع بالموضوع ده كده، انا حاسس انه يعني حصلت لي كثير في حفلات ربنا يطرى اخونا وصديقي حسين الصادق، ففي حفله من الحفلات يعني الشري انه انا يفترض يعني اشيل معه، فانا جيت ابشر سايب عفويه، فقام شيليني من بالك تحديدا، قام مدري المايك قدام جمهور الضباط وكده، اللهم انا غمضت مسافه تنتهي من المطلع، انا كنت حاسس انه الموضوع ده يعني ساعتين غنى يعني وقفه على الارجل كده، فانا بالنسبه لي حسيت انه مرهق، يعني مرهق شديد الموضوع، بلس انه والله مسؤوليه، يعني انا ما عارف في ناس جريئين انه يقولوا نحن مغنيين، لكن انا احمد ده يمكن لانه في ولايه الجزيره سمعت يعني منو سجيد، يعني منو كاشف، يعني منو ابونا وردي وبارك البخيت والدلمين، فلما انت عايل لخارطه الغناء، هل يا احمد البلال اذا امتهنت الغناء عندك جمله مفيده ممكن تقدمها، ولا بالنسبه لك الموضوع ده تركب عربيه وتعمل مادي وكده؟ فبالنسبه لي انا حاسس انه انا بضيف جمله مفيده في تاريخ الاغنيه السودانيه شعرا، لكن غناء ما يبقى صوتي ده صوت استمتع به والله اغنعتني بالكلام ده. شكرا جزيلا زوبا، مرحب بك، وبرضو يعني الناس كانت بتستمع لأغنياتك على أفواه كثير من الفنانين الشباب، ولكن شخصية زوبة ما كانت معروفة في الوسط كشاعرة، يعني فدخلت الوسط باسم مستعار أعتقد، صحيح؟ فكيف الدخول للمجال ده، وخصوصا أنه يعني أغنياتك اشتهرت قبل ما أنت تظهري على الساحة؟ تفضلي. طيب أنا أول كنت برا السودان، كنت بحكم الوظيفة وشغالة وكده، أنا بحب الغنى شديد زي ما قلت لك، بحب غنى البنات ده. احمد قال انه الغنى ما بتجازف، صح؟ نهايه كلامه، لكن البنات ممكن يجازفوا في قعده الدلوكه في حاجات زي دي، حتى لو صوتك انت ما حلو، المهم بتوصلي يعني الرساله. صحيح. انا كان بالنسبه لي انه حتى لو انت صوتك كفنانه ما حلو، لكن انت تقدر توصلي الغنى حق البنات، فكنت بحب الحاجه دي شديد ومنحب لها. انا كنت بكتب حاجاتي، ارجع لك لحته انه انا ما كنت معروفه وكذا. اول حاجه ابوي كل سنه وانت طيب وربنا يديك العافيه، هو كان ضد الحته دي، يعني انا هذه شويه كذا ضد انه انا اكتب والحن وكذا، لكن معروفين انه في المناسبات اللي بيدق لهم الدلوكه زوبة، اللي بتغني لهم زوبة وكذا، تمام. فلما جيت لحته انه انا اطلع واغني حاجاتي تطلع للناس ويغنوها، شويه كذا كنت متخوفه، فكان عندي برنامج اسمه ناضي الطبيه، انا مشاركه فيه كل احد وثلاث، وابوي كان بيسمع لكن ما عارف انه ودي منه، فبس من هناك كده، فبتجيك صدفه كده انه مثلا عندك اغنيه كده دندنت بتبقى لك هي الميلاد الحقيقي للاغنيه، فهي دي الصدفه اللي خلت لك التحيه، وعندنا ونسه كثيره معك واكيد مع استاذ احمد، وجميل الاغنيات ايضا بنستمع لها من الفنانه مكارم بشير، والترنم بالكلام يتواصل معكم بعد الفاصل، خليكم معنا.
جبار ما بدور وحبيب فالفرق حراق ما بداوي طبيب عرباني أنا شغل حبار ما بدور وحبيب فالفرق حراق ما بداوي طبيب نبسين أنا كل شيء يكسر لو غدر نظري أرضى بالمقسوم لو بقاك ما مصير ربنا يبعدنا وإياكم من عوازل الريد. لك التحية مكارم وبرحب بضيوفي مرة ثانية في الاستوديو، برحب بكم مشاهدينا اللي انضموا لمتابعتنا وترنم بالكلام. أهلا بكم أستاذ أحمد. أنا حرجع كم سنة لورا، كم سنة دي أنت وزوجك؟ بعد ذاك أنت وزوجك، يعني تذكر أول نص كتبته ومذكر كلماته أول ملهم بالنسبة لك في الوقت ذاك كان منه؟ والله هذا سؤال شائك شديد، لكن أنا أستاذنك حبة والله أعقب على الغنية دي كاتبة زول اسمه مهاب الكاهلي زي ما الناس شافت في التتر، فحابي والله يا أخي أرحب بكل الناس اللي انضموا للساحة جديد القاعدة تربونا جديد، يعني كثير مثلا زي مهاب الكاهلي وزي زوبة دي، يعني الناس اللي لهم علاقة بالثلاثة سنة المشو، وزي أحمد كوستي وزي أشرف على الله وزي الجماعة دي. نحن والله لقينا ناس قدامنا زي هيثم عباس وعاصم عقيل وناصر عبد العزيز وديكور وكذا، فكانت تلفوناتهم بتعني لنا حاجات كثيره والله. فانا حابب من هنا وكذا والله يا اخي يعني احيي الزول ده، ده زول رقيق جدا وزول كتاب شديد، وحابب ابدي اعجابي بزوبه دي وبكل الناس اللي انا ذكرتهم الجو الساحه جديد، نقول لهم والله مرحب بكم والدار تسحكم، ونحن قلنا كلمتنا ومحتاجين منكم يد العون، يعني ده كرم والله كبير منك وزوج، يعني انك تدعم الناس الجدد على الساحه الفنيه. انا ما اكبر منهم كثير لكن لا لقى بكتب بكم يوم. بتذكر شديد انه انا كنت بكتب شعر بس ما بلحن. من اوائل الحاجات اللي تقدمت لي حاجه اسمها على فكره،
وإذا لابد للرجعة عن البدايات في تاريخ الأغنية حقتي أنا كأحمد، فلازم أحيي أبو بكر سيد أحمد السلام. كمغني ده هو اللي حلي أغنية ده على فكرة دي وأنا في بدايات حياتي، وزول اسمه أمين عكام، وزول اسمه محمد الخاتم الصديق كمغنين. دي الناس اللي استخدموا أو عملوا شعري لأغنيات. اما الشعر ده يتكتب في منو كده والله يا اخي انا كل سنه وانتم طيبين خليني مذكر اي شيء لكن والله ده كرم بدايه مني انا حخليك لكن اللي قدام ما حاحكي في اسئله حال طيب التحيه لك وتحيه لك زوبه والله الصراحه يا زوبه انا بكون سعيده جدا لما اشوف واحده من نون النسوه هي مميزه وزوله يعني نجمها ساطح في الوسط سواء كان الفني او الاعلام او ايا كان انواع المجالات اللي بتشغلها. زوبه انت في الاونه الاخيره ما شاء الله يعني فعندك جمهور بقى كبير جدا وعدد من ايضا الفنانين بيتهاتفوا انك تتعاملي معاهم لكن منحازه نوعا ما لنون النسوه اللي زيك صحيح؟ خلينا يعني نتعرف على سر الانتماء ايضا لنون النسوه، انه شايفه انهم الفنانات النساء هم بيفهموك اكثر ولا عندك بعض الخفايا ايضا ما حابه تظهريها؟ احمد مع احترامي لقلمك ولكل الشباب المرأة دائما بتبدع اكثر من الراجل صحيح ما ينفي فدايما نهز راسه كده ما موافق احنا بنبدع اكثر ليه لانه احنا حساسات شديد ممكن اقل موقف يزعلنا اقل موقف يبكينا اقل موقف يرضينا عاطفيات ايوه فبنبدع اكثر لكن الراجل عنده حته انه بيوازي ما بين قلبه وبين عقله لكن احنا بنبشك زي ما بقول بكاين ايوه بكاين لكن برضه صعبين والله يا اخي احنا انا ما عندي اعتراض على انكم انتم الاكثر جوده في الكتابه ولا كده لانه في النهايه الشعر ده بيتكتب فينا نحن شفت كيف هجمه مرتده والله انا حقيقه يعني انا واحده من الناس قاعد زي ما قال حقيقه كلامه انا بكتبه في الراجل السوداني في 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 الاخو في الابو بدليل انه كب كب لك بذغرت هي فيها كل التفاصيل اللي تشبه الراجل السوداني والسيره السودانيه المعروفه نحن يعني اهل السيره والعرضه والحاجات الحماسيه طيب مكارم يعني انا برضه شايفه انه دائما بتميلي للاغاني الحزينه الكلام ده صحيح؟ صحيح ولا انت بتختاري اغنياتك على اي اساس؟ لا انا يعني؟ انا ما بختار من باب الاختيار، انا بختار طيب. من باب احساس براي يعني بقى الحاجه اخترتها بدون شعور يعني حتى في اغاني واغاني لما نكون بنختار في الاغاني بلقي انه الناس شالوا كل الغنى وخلوا لي الغنى الكلاسيك والغنى الحزين. يعني الغنى الحزين بيقعد في طريقي من غير انا ما احس وبختاره بقلبي وبعقلي يعني. صحيح وبعدين فيه السر في الصدق طيب. بتاع الاداء يعني بتلاحظي انه انا ما بنفع غير في الكلاسيك والحزين. الحزين عشان كده من قبل بقول لك تركيبتي عامله كده قلت لكم تركيبتها عامله كده بتميلي للحزين اكثر ايوه ايوه طيب يعني شجنيه اكثر طيب نحن ما دايرين نسمع حزين هسه تسمعينا شو ما دايرين تسمعوا حزين دايرين نفرح الغنى ده كله حزن للاسف كله حزن حتى السيره فيها حزن حزنا طيب كويس طيب جدا Thank you.
مجددا مشاهدينا كل الناس اللي انضمت لمتابعتنا ترنم بالكلام ويحلو الحديث دائما مع ضيوفي الموجودين معي داخل الاستوديو اجواء شاعريه واغنيات طروبه تزين هذه المساحه. استاذ احمد، دائما اي شاعر انا بحسبه انه بيكون عنده خصوصيه في نص ما من ضمن النصوص الكثيره اللي بتكون موجوده عند الشاعر، بيكون عنده نص بشكل له خصوصيه او بيكون نتيجه لتجربه شخصيه هو عاشها، والتجربه دي ترجمت من خلال كلمات وتغنت من خلال لسان فنان ما. تفضل. والله يا حنا انا بفتكر انه التجربه العاطفيه الصادقه اللي من خلالها بتنتج يعني تجربه شاعريه كبيره في تقديري، بيكون اي اغنيه تعاتبت فيها حبيب او اي اغنيه ودعت فيها حبيب مسافر او اي اغنيه تغزلت فيها في 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 حبيبك او كده، هي بتكون الاغنيه دي بصوره او باخرى تشكل خصوصيه، يعني 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 بتشكل لي خصوصيه جواك. لكن تفضل انا مالي ومالك من الاغاني اللي انا بحبها شديد. هو كل الاغاني اللي فيها صد يعني أشيلني من بالك، أنا مالي ومالك، زمان حبيبتي مع شكرا لعز الدين، بعيد عن أي ريد وهوى مع طه سليمان. طيب دي تجارب شخصية. فبتحس إنه الغناوي فيها صد، فيها عناد، فيها كده. أنا تحديدا هي أقرب لي ليه؟ لأنه أصلا الروح يعني زي بتصهر خلاف مع طوبتين. فبتحس انه الاغاني اللي فيها صد وعنجهيه وعنفوان دي بتعبر عني اكثر، كانما هي تعويض نفسي، لانه الزول اللي قال طالما دواخله ما بتقدر تحجر يدعي شعرا انه قادر يقول لها. طيب ما تسمعنا منها الحجر بالشكل اللي خصوصيه دي. كنت بتغلط فيني واحاول افتش ليك جوايا عذر، واضحك ليك وطيب خاطرك وانا من جوا بذوق المر، بكره شفته معاك بتلقاه
وزي ما صبرت عليك أصبر وأنا من غيرك أزعد زول مع أحلى عيون سمحات وسمر. بكرة تعلمك الأيام إنها ياما تشيل وتجيب، وقلبي المخلص فوق الريدة ده أكتر حاجة بيعرف يسيب. شكرا وأنا بتعلم منك، ما كل البرتاح لحبيب، وعرفت كمان حنيتي معاك أكبر غلطة وأكبر عيب. أول مرة تقول بتريدني وإنت طلعت كمان بتغير، الحنية دي كلها منك كان محتاج أبسط ده كتير. أنا خليتك وما حأرجع لو فرشت طريقي حرير، وحنك يتهنابوا البعدين واتمنى لك كل الخير. أنا مالي ومالك، وزي ما زمان خليتني في حالي هسا كمان سبتك في حالك، وشلت هواك من جواي خالص وحتى مشيت وبقول عقبالك. يا سلام خليته في حالك، احنا كده للنهايه ما حخليك في حالك. علينا بنعرف تفاصيل كثيره جدا. شكرا جزيلا لك، وانا على الهواء بقول دي واحده من الاغنيات المميزه اللي بستمع لها دائما. شكرا جزيلا. نفس السؤال زوبا، نفس الزنقه الناس نفس الزنقه. فدايما في نص بيكون بشكل له خصوصيه او عشتيه من خلال تجربه شخصيه، وزي ما ذكرنا قبل انه النساء دائما عاطفيات اكثر، يعني دائما بيعبروا عن الحنان والعاطفه بيحكسوها من خلال نصوص شعريه. تفضلي. بس انا عايزه ابرئ نفسي، ما كل النصوص اللي بكتبها بتشبهني. احنا قلنا لا، في جزء منا في بسيط او ممكن قليل، يعني في نص ممكن بيشبه ذوه شديد. انا ما عندي اخو كبير، كانت تمنيت اكون عندي اخو كبير. النص تحديدا انا كتبته، انا في عز احتياجي للحاجه دي، يمكن دم مستيني شديد حتى ما بقدر اقراه لانه ببكي صراحه يعني. لكن انا ممكن اقرا لك، انا ممكن اقرا لك حاجه انت كنت بتحبيها. يا سلام. ف نحن دائما يعني البنات بيحرشوا بعض. صحيح. خلاكي لازم تحبي غيره ولازم كده، والحياه ما بتجيب على كده. يا اما الواحده حتقوم بعد ما هي قالت لك كده تقوم تخشي ذاتها في المود ده وتشلبه. أيوة. منك زي ما قال. فبقول منو اللي قال الفرص واحده؟ ومنو اللي حدد الازمان؟ نعيش حياتنا زي ما نريد والفارقنا هو الخسران. منو اللي قال الفرص واحده؟ نحب مره ونحب اثنين ثلاثه وخمسه لو عايزين، والباع ريدنا ما فارقنا ودعوا نحن مبتسمين. منو قال الفرص واحدة؟ زعل الباعنا ما مهم أصله والراهن علينا حبيب، ميزان الكرامة عدل بيرجع بيك تاني غريب. منو قال الفرص واحدة؟ وما بنكيف عليه باب زول ومبدوم الوجع، على طول حياتنا نعيشها زي ما نريد دون ما يكون معانا عذول. ما تحلم أكون عينيك ولا تترجى سامحك، أجيك بخاف من دعالي لو طالك حق العشرة يسهر فيك. منو قال الفرص واحدة؟ منو حدد الأجوان؟ نعيش حياتنا زي ما نريد والفارقنا هو الخسران. أكيد الفارقنا هو الخسران. يعني النساء اتفقوا عليه، دي قالت لي أكيد. ده اتفاق مجمع عليهم كل النساء. يعني لك تحية زوبة، وبرضو مكارم يعني الفنان برضو ما بعيد من الأسئلة زي دي والتفاصيل الممكن تشكل خصوصية. يعني ممكن أستاذ أحمد أو أستاذ زوبة يدوكي نص عشان تغنيه، ولكن أنت بتحسي الحاجة دي لمستك أو أنت بتغنيها من دون الأغنيات الممكن تقدم لك بإحساس عالي جدا، بتحسي إنها لامست حاجة في وجدانك أو بتشبهك في تفصيلة من تفاصيل حياتك الخاصة، عندك حاجة زي دي ممكن تحصل لك؟ بتحصل انه بسمع حاجه عن فنان مثلا بعد اسمع عنده بزعل شديد، يعني بكون حاسه انه لا دي حقتي انا، وهو ما نوع من الانانيه لكن نوع من الثقه في النفس في بعض الحالات. يعني مرات تندم انك تسمع اغنيه لاحمد عن فنان ثاني مثلا. صحيح. مع انه احمد ما شاء الله عليه بقرا ناس وقرايه. ايوه. لكن برضه عندي حق الغيره على الاغاني، يعني في اغاني بحس انها وبرضه بيعجبني اسمح للناس والله. لكن الحياة القريبة لي دائما هي حياة الأستاذ سيد خليفة عليه رحمة الله. دي حاجة طبيعية إنك تتمني الحاجة غيرك. يعني بحب حاجات أستاذنا سيد خليفة، بحب المسموع دائما لأنه المسموع دائما بكون ما قادر ألقى نفسي في الخاص أكثر أصلا. الناس دي كلها لقت نفسها في الخاص إلا أنا. لا لك بتحب الحزينة. بحب الحاجات لا مش الحزينة، بس أنت ماسكة بالحزينة دي شديد. المعتقة. أيوه. طيب هسه احنا برضه عايزين نسمع، لو تختاري لنا نديك مساحه على ذوقك انك تختاري لنا واحده من الاعمال. طيب اسمحي لي اهني الاستاذ الدكتور احمد فرح شادول بمناسبه
عيد الأضحى المبارك، والأستاذ بعسي سليمان أغني لهم من كلمات دكتور أحمد فرح شادول، من ألحان الأستاذ بعسي سليمان. في حدة صغيرة كان اتصلت عليه وكان في الشمالية، طرفة صغيرة يعني، فقمت قلت لي يا أخي في 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 الأغنية في حاجة بتقول أدمنت هواك حاجات غرامك بسقيها دايراه لما كون روحي غيابك بسقيها. فقلت لي يا أستاذ أحمد يا أخي أنا كلمة بسقيها دي داير أقوم، أنا ما عارفة أنت فهمك فيها شنو، إنه الحاجة هي دائما بتكون عايزة الكفاية. صحيح. يعني كلمة بكفيها هي أبلغ يا أستاذ أحمد من 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 بسقيها. لكن قال لي لا، في حاجة قال لي ملاحظتك حلوة، لكن أنا بس ملزم بحاجة اسمها لزوم ما يلزم في الشعر، أو الغافية، أو الغافية صح. الغافية بتاعت اللي هي بسقيها لازم تكون القاف والياء والهاء والألف، حركة الروي في الشعر. أيوة يعني هي أربع حروف لازم تكون الأربع هناك، برويها بسقيها، يعني لازم أربع حروف اسمها لزوم ما يلزم. فأنا الحاجة دي اتبسطت منه شديد إنه وضح لي حاجة كانت فايدة عليه شديد. كويس إنه في تواصل، أخذت معلومة بدل ما أنا عايزة أغير بسقيها بكفيها. قال لي لا أنا ممكن أكتب بكفيها، ما بتفرق لو عايز تغيرها غيريها، لكن هنا في حاجة اسمها لزوم ما يلزم في الشعر اللي هي قانون ثابت. يا سلام، لو تحية والله كل سنة وأنت طيب. الحروف الأخيرة كلهم ب أو طوال حركة الروي في الغافية تكون بأربع حروف ما ثلاثة أو اثنين. أيوة. هاي اسمها لزوم ما لا يلزم. لزوم ما لا يلزم. أستاذ محمد فرح شادول وكل سنة وهو طيب. ديل من الناس اللي ما يعني ذاته ما يعني عظماء الشعر يعني في السودان. لا شك يعني شخصيات. لزوم ما لا يلزم. ولا لزوم ما يلزم. لزوم ما لا يلزم يعني أنت ما ملزم تعمل أربع حروف في الغافية، لكن أنت ألزمت نفسك لمزيد من ال. تزويد يعني. يعني أنت ذاتك أنت بدأت تثبت للناس، زي لما نقول لك في مازورة واحدة تطرب أكثر مما يجب يعني، أو تتكنك زيادة، أو عندكم في المزيكا زي ال لا يعني لما تنغم تنغم كثير في حتة ضيقة ترتيب. أيوة دي لغة شعراء. لكن صح لو التحية. طيب نسمع المعلومة أستاذ أحمد، نسمع الكلمة عمر، كلمات الدكتور أحمد فرح شادول، وألحان الأستاذ الموسيقار ده بعسيد سليمان، أول مرة تتقدم. نسمع. I'm
غرامك بسقيها بلد ما انتو هواك حاجاتي غرامك بسقيها يا ولي ماك وانا روحي غيابك بشقيها مجددا مشاهدينا كل الناس اللي انضمت لمتابعتنا نتواصل معكم تتواصل دردشتنا الظريفه واللطيفه مع ضيوفي الموجودين معي داخل الاستوديو الكلمه الجميله واللحن المميز والصوت الطروب ايضا حضور مرحبا بك مره ثانيه استاذ احمد استاذه مكارم واستاذه زوبه مرحبا بكم منوريننا استاذ احمد قبل الفاصل مكارم غنت اغنيه جميله جدا الكلمه عمر دي مباشرة بتغني لي سؤال إنه الشاعر لما نكتب كلمات هي ما بتكون في نفس اللحظة تغنى والناس تستمع لها وتنتهي أو تكون أغنية سريعة الذوبان الأغنية دي بتكون لأجيال قادمة بتعبر عن الشاعر السوداني بتعبر عن الهوية السودانية والأغنية السودانية لكن في الآونة الأخيرة إحنا تابعنا كثير من الأغنيات والساحة الفنية مليئة بكثير من الشعراء كثير من الكلمات اللي سريعة الذوبان كيف إنه الشاعر يكون كلماته ثابتة كلماته تقدر تكون الكلمة عمر زي ما غنت أنا لو ملاحظة حييت ناس محددين قد يكون فاتني أحيي ناس هم تجربتهم تجربة حقيقية برضك لكن خانتني الذاكرة لكن يعني تجاوزت قصدا بعض الأسماء اللي هي ما فاهمة حتى الآن إنه يا جماعة ما مجرد مفردة بتطلع بتغني أو تباري سخافات الشارع السوداني في إنه
تعمل لك حاجة وتكون ترند الليلة أو بكرة أو كذا أو كذا. طول ما أنت يعني لما تخش الفيس ما لقيت الأغنية اللي تغنت دي بتعبر عن الناس وبتكتب المطلع ده أو ببادلوا في رسائل أو بحبهم أو على الأقل أنت يا أخي على الأقل سمعت الكاشف، سمعت وردي، سمعت أبو عركي، سمعت والدلمين، سمعت لحدة ناس عصام منهم منهم منهم. المقارنة العادية دي أنت وين من الكلام الجميل اللي قالوا ناس أبو قطاطي والقالوا ناس حلنقي والقالوا ناس كتار حتى في جيلنا الحالي ده؟ طول ما أنت ما قاعد تحسب تجربتك دي فأما الزبدة فيذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس. صحيح. بالتأكيد يعني الساحة الفنية السودانية والفنانين أيضا الشباب الموجودين في الساحة تتلمذوا على عمالقة الفن السوداني وشعراء يعني كبار لهم كل الود والتقدير والاحترام ورحلوا لهم الرحمة والمغفرة. زوبة نفس السؤال، يعني الساحة مش بس الشعراء الرجال، يعني برضو النساء أيضا بقوا يواكبوا للساحة أو للسوشال ميديا عموما، بقوا يكتبوا فقط من أجل الظهور أو من أجل الكسب المادي بصريح العبارة. يعني فبنلقى كلمات كثيرة جدا كل يوم بتصهر، يعني شعرة جديدة وكل يوم كلمات جديدة بتكون موجودة على السوشيال ميديا عموما، والفنانين بدهم مساحة بيغنوا لهم. يعني طبعا يا فاطمة هنا أنا في كلام أنا لو قلته ممكن الزملاء اللي في الوسط يفهموها غلط، يعني أنت لو هاجمت كلام دي مصلحتهم يعني. أيوة بيقولوا يا أخي ده بيقول لك صاحب كارك عدوك، وهو ما عدوك بدليل أنه أنا وأحمد حاليا الاثنين مع بعض. أنا أحمد ده واحد من الناس قاعد يدعمني، انا حابه اشكره قدام الناس وقدامه وبيدعمني جدا وبوريني يعني مثلا انه انا ممكن استخدم كده ممكن اعمل كده، يعني مش دول اللي بيبخل بمساعدته للناس اللي قدامه والوراه. تمام. انا حاليا شاهدت حاجات كثيره، مثلا لما انت تيجي تبقي رايك في حاجه او اغنيه، في اغنيات كثيره انا بشوفها ما اقدر ادي فيها رايي، لو وديت رايي معناته انت زول حاسد. انا واحده من الناس بعيده عن المفرده الفظه، ما بحبها، يعني المفرده اللي بتوجه لك كلام ما لذيذ او بتخدش الحياه او السمع المستمع، وحريصه جدا انه انا ما اكتب النوع ده من آية. انا ممكن في حاجه هي قاعده لي انا انتقدوني فيها كثير الصحفيين اكثر حاجه هي بتتكلم عن بيوتات الزار، يعني انا ما جبت حاجه من برا، هي اسمها الشيوخ جلس الاغنيه دي واقع معاش. ايوه واقع معاش، يعني الناس كلها يتغنت بيها. ولو انا قبل ايام كنت زعلانه انه هي اتكتبت تراث، هي ما تراث حقتي انا في الاول ما كنت بقول حقتي، كنت اشوف رده فعل الناس، هي ما شايفه فيها حاجه عيب ولا فيها حاجه ممكن خادشه انه انا ما اقول ما حقتي. تمام. انا نقلت واقع في بيوت وجسدته بالطريقه اللي هي ذات او ممكن اختصرته، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن انا اكون كتبتها الناس ممكن تشوفها زي ما هم قالوا كعبه، هي ما كعبه لكن انا ممكن تكون اقل من الحاجات اللي انا كتبتها. انا كتاباتي دائما ما عشت في بادية لكن بتصور طريقة البادية أو طريقة الأم القاعدة في بيتها في العنقريب، بتوصف في ولدها، بتوصف في أخوها، في حبيبة. ورغم أنه نحن البيت بشوفها أنه ما صح توصف حبيبة لكن نحن بنقوم نشر التحت تحت. أنا توصف وما توصف كيف يعني نشر التحت تحت محتاجين وصف الله يلحق محتاجين صح؟ ممكن يوصفوا لكن بطريقة غير مباشرة. نحن ممكن نشكركم لكن شكرونا والله محتاجين محتاجين تشكروا والله يستاهلوا والله شعارات من قصرات معاكم يعني خاصة أغنيات السيرة يعني بمجدوا فيها الرجل السوداني وبيعددوا محاسن وصفاته السمحة يعني لهم التحية ولك التحية زوبة برضو مباشرة مكارم يعني برضو الساحة الفنية عموما يعني أنا ما بقول كل الفنانين الموجودين الآن على الساحة لكن في بعض منهم ممكن يتجهوا لأغنيات السوق عموما يعني أول أغنيات اللي هي ممكن تكون مطلوبة على منصات السوشيال ميديا عموما وهي سريعة الذوبان زي ما أنا ذكرتها، لكن هم بيضطروا إنه يتعاملوا مع الشعراء اللي بيكتبوا كلمات زي دي عشان يقدروا يلقوا جمهور كبير وإنه يقدروا يكسبوا مال أكثر، فبالتالي ممكن الحاجات دي تأثر على الأغنية السودانية بشكل عام. أنت رأيك شنو ممكن والله تتعامل؟ يا فطومة أول شيء خليني أحيي الزملاء المطربين كلهم من جميع الفئات، الناس اللي بتغني غنى السوق والناس اللي بتغني الغنى الشعبي والناس اللي بتغني غنى الكلاسيك، التحية لهم كلهم، هم كلهم اسمهم فنانين، يعني لما تلاقيهم في الشارع ما بتقولي ده فنان ما تقولي ده فنان، كلهم فنانين اسمهم يعني تحت سقف واحد لكن بتبقى في تفصيلات زي الطب وتخصصاته. فالكلمة السريعة الزوبان دي نحن قاعدين نسمعها، أنا مكارم دي بسمع الكلام السريع الزوبان ده قاعد أسمعه
ويعني قاعد يعجبني ما اكذب عليك، انا في فنانين بيغنوا اغنيه بتاع سوق والله قاعد اسمع لهم عادي رسمي ومعجبه بهم ومتابعه صفحاتهم، لكن انا ما بغني. انا اتجهت لا ما بغني ما بيجي معي. ما بيجي معك عشان اساسا المفرده ما ممكن تتغنى. ما هي مش مره تتغنى. انا هقول غنيتها. ينفع اغني اغنيه بتاع سوق واغني يوم في يوم غريب؟ لا ما ينفع. انا الكلمه الرصينه هي اللي بتمثلني بحبها بحسها. ال- 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 انا ما بقدر المي اللوم على زول بيغني اغنيه سوق لانه والله يا جماعه بصراحه الظروف ضاغطه. والله الواحد فينا يا سلام والناس ازواج بجانب عارف من جد الواحد هنا فكر ألف مره انه يقلب اغنيه سوق بصراحه. لكن ما في طريقه خلاص تورطنا قالوا بتبلبل بعومي يا زبو ولا شنو والناس ازواج ذاتي يا مكارم في ناس بتحب الحركه قديمه يعني انا نحن الحاجه دي ما مبتدره ليها علاقه بالجيل ده. جلابيه بيضاء مكويه دي اكبر من عمرنا ده كله نحن في الاستوديو لكن في النهايه فضلت ل يعني لاغاني عبد العزيز محمد داوود واغاني الكاشف واغاني كده وماتت كل الحاجات اللي في الكواليس. انت ابقى كفنان اذا حاب انك تكون مع الموضه ولحظه بس. ما عمرك بقى 50 سنه 60 سنه وفدت اتحاد الفنانين الخلاصه صفر من حقك. صحيح. اما اذا بتحلم انك تكون من الخالدين اللي عندهم اغاني كويسه يبقى شارع الكويس واضح وشارع الغنى الصرفات ده واضح ونحن دارين شارع الكويس والترند برضه بيحكوا الترند هتكون قاعد لكن انت ممكن تغني غنى خلينا بعد نسمع كلماته حلوه يعني نشوف موضوع الترند ذاته والله غنى البنات انا ما ضده تماما انا ما ضد غنى البنات انا اغني لي غنى بنات الصباح لو لقيته طيب. ناس مبروك عليك الليله يا نعوم أيوة. وقالوا الرديف عمراني يلا ده كله بالعصر مرور ايوه ما خلاص بيحتبروا غنى سوق برضه بيحتبروا غنى سوق اغني لك والله شو تلقيني بالحفله ما تعرفيني ذاته طيب الترند اول الجمهور المتابع لك يعني او في المناسبات عموما يعني نحن حاليا بقينا متابعين يا بطومه متابعين عموما نحن ما متابعين انا مكارمني ما متابعه بالكميه يعني انا عملت اسم والله غنيت بدري انا بغني لي 12 سنه لكن لانه انا ما راكبه الترند وما بحب اساسا اركب الترند فكده يعني ويا جماعه كلمه ترند دي الناس فاهمينها غلط صحيح اول حاجه ما الا الهابط المبتذل هو اللي قاعد يكون كده فعلاً. يعني انا الايام ديل بسمع بمتعه شديده زول اسمه لنهجو نزلت قبل يومين اغنيه مسموعه اللي زول لابسه غناء بالنسبه لي دي حققت ترند فظيع جدا فعلا فعلا لهم عايزين ترند طوال على طول مش مره واحده ما مثلا في فتره من الفترات عباس الجراف الكتل الناس المسجد ذاك كان ترند في لحظه من اللحظات هسه انا لو داير اشتهر اكثر من الحلقه دي ممكن اعمل حركه في لايف ما لطيفه في صفحتي واشتهر اكثر من الحلقه وممكن ناس بالحلقه دي تجي لابس لبسه الجزمه لونها احمر مثلا سمكه هنا ايوه صحيح اذا فكره الترند عموما بتختلف من طريقه الطرح او طريقه التقديم لايا كان انواع الطرح باشكاله المختلفه لكن انت ذكرتي انه انا ما ترند او انا ما متابعه اتجاهي حتى لو اتنسيت لكن انا بخالفك في النقطه دي بانه مثلا مكارم بشير ممكن تكون قاعده في ذاكره المستمع السوداني يعني لسنين طوال مقارنه بانه شخص ممكن الان هو انت تفتحي السوشيال ميديا تلقي صور وتلقي اغنياته او مقاطع منتشر عموما يعني لكن ممكن بعد شهر انا اكد لك انه ما حتلاقيه موجود صح لانه هو في فتره معينه وترند معين ممكن يختفي لكن مثلا اغنياتك اللي هي موجوده ومسموعه دي ممكن والله ما ضدهم تماما يا فاطمه يعني انا بقدر نقطتك العاطفيه بجد يعني عنها. فعلا هو الوضع ده زملاء وانا بقدر الحياه لكن انا ما بقدر اغني والله ذاتنا بنترجم في المناسبات ما قاعدين نسمع الغنى الكبير طيب انت برضه ممكن يا فاطمه وانت ملتزمه بحياتك لكن ممكن اسمعها ما عندي مشكله ممكن اسمع لكن والله بنسمع ممكن في المناسبه في فنانين بيجوك بيقول لك يا اخي اكتب لي الحدث الفلاني كذا 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 او اكتب لي كذا يعني بيديك تفاصيل معينه التفاصيل دي ذاتها بتلقي فيها الحاجه احنا بنتكلم عنها انا دي برفضها يعني يا طيب الفنان هو اللي بيطلبكم ولا انتوا اللي بتطلبوا الفنان يعني مثلا انت بتكتبي اغنيه بتكوني بتكتبي في كلمات تقولي بس الكلمات دي حتغنيها لي مكارم شخصيته وصوته وتفاصيله او ممكن انت تكتبي بعد ذاك على حسب الفنان انت ممكن تتعاملي معه في غنى ممكن تشوفيه بيشبه احمد صحيح لكن لما احمد يغنيته بتحسي انه هو بيشبهه بيشبه مكارم الاغنيه ذاتها بتمشي لسيده براها كده يعني بدون ما انت تختاري انه هي حتمشي لمنو ولا كده فهمتي وفي نوع من الفنانين بيجي بيقول لك يا اخي انا والله مثلا داير لي سيره مثلا زي اسود في الدار قلبنا نار او كده انا واحده من الناس ما بعرف اكتب حاجه كتبتها واجي اعمل حاجه زيها فلما تديه خيار ثاني هو بشوف انه خلاص هو ركز مع الاغنيه دي بقول لك لا ليلى تديني زي ديك ما في ناس مخاخهم كده انا داير زي ديك كده خلاص ما بيقتنع عليك
لو ما حس اغنيه قريبه منها ما يقدر يغني لك. وفي نوع بيجي بخليك براحتك بيقول لك انت شايف شنو بيشبهني، فبعدك بتخترع عليه وتقول له مثلا انت 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 غنيت مثلا ريجي، غنيت كلاسيك، طيب انا ما اديك تمتم كده قرب الحاجه دي. في ناس بيقتنعوا والله يعني ما بيعارضوك للحاجه دي. نعم ده كلام. Yeah.
قلب زي ده ما حبابه نهائي. لك التحيه. شكرا. كنسلتيو. الحمد لله على السلامه. لك التحيه مكارم، تحيه للفرقه الموسيقيه مره ثانيه. نتواصل معكم مشاهدينا ويحلو الكلام مع ضيوفي داخل الاستوديو. استاذ احمد، دائما الاغنيات يعني اغنيات القلب المكسور واغنيات العاطفيه بشكل عام، يعني في الاونه الاخيره ايضا في كثير من الفنانين مع الحراك الحاصل الموجود في السودان خففوا او قللوا من الاغنيات العاطفيه واتجهوا مباشره للاغنيات الوطنيه، يعني فدائما بنلقى في حراك وفي كثافه في الاغنيات الوطنيه تماشيا مع الوضع الحاصل في السودان. اين الاستاذ احمد البلان من الحراك ايضا السوداني؟ هل اتجهت مباشره مع ضمن الشعراء اللي اتجهوا، ولا برضو عندك رؤيه خاصه؟ والله يا اخي، اول حاجه خلينا نترحم على شهداء هذا الوطن الجميل، وخلينا ندعو لكل الناس اللي عندهم احلام بوطن معافى، وطن يعني يسع الجميع، وطن يشبهنا، انه ربنا يحقق للناس احلامهم. والكلام ده ما له علاقه بالسياسه بقدر ما انه له علاقه بالمنحى الوطني. انا شخصيا لو ملاحظه، يعني اول مستمع اللي بيعرفني ملاحظ، القدح المعلى لاحمد البلال فيما يخص الاغنيات الوطنيه كان قبل الحراك ده. صحيح. احمد البلال وبريد عشان بلدنا واحد، وبريد عشان بلدنا اثنين، وبريد عشان بلدنا ثلاثه، ما قبليها القبله الخامسه ومون الملمح الاخر الوطن وبلد السماحه مع شكر الله، ومع اغنيات كثيره وطنيه مع الفنانين الشباب. بالنسبه لي في اللحظه دي، فبالنسبه لي كان لازم ادي الفرصه للغير يعني. ومن هنا بقول للناس، والله يا جماعه من حقنا في الظرف ده نغني لوطننا، لكن من حقنا اكثر نخط نص باعيننا انه التغني للوطن ما محتاج ظرف، فدعوه لكل الشعراء الشباب، زي ما انت بتكتب لحبيبتك، زي ما بتكتب لكذا، اعرف انه عندك بلد هو اللي بتسكن فيه حبيبتك العاجباك دي، فبالتالي هو اجدى بحروفك. وبقول غريب القصيده اللي بتدي الملامح لغير ما يسمى الوطن والحبيبه، فنعمل بلاد تكون لحبيبتك مساحات وساحات فسيحه ورحيبه، فاهدي اليهم اذا اغنياتي وسيان عندي الوطن والحبيبه. فالتغني للوطن ما محتاج ظرف، ان كان هسه هو احوج، فالفرصه للغير. لكن احمد البلال من اول جرب تعد قلم خدت في بالي حبيبتي وطني يتناصفون حرفي تماما. يا سلام، كلام جميل لك، تحيه استاذ احمد. استاذ ذوبة، بنفس بنفس المنحى يعني، استاذ احمد ذكر بانه التغني للوطن لا يحتاج الى مناسبه او حراك او تفاصيل، لكن احيانا الحراك قد يثير حماسنا ويثير حبنا، هو الحب موجود بلا شك، ولكن احيانا في مواقف ممكن تثير الحماس وتثير الحب بصوره اكبر، يعني برضه الحراك ده ممكن يكون غادك، لانه ممكن تكتبي وتتغزلي وممكن تثيري حماس مثلا الثوار والناس المحبين او الحراك الموجود في الشارع بشكل عام. يعني انا كتبت حاجات للوطن لكن هي ما اتغنت في اللحظة المفترض تتغنى فيها، كان في بداية الشرارة تحت الثورة والناس كانت بتخاف، في جزئية كبيرة من الفنانين كانوا خايفين صراحة، أنا أقول الكلام ده كانوا خايفين. أنا عرضت النصوص دي على مجموعة من الفنانين كانوا خايفين، فبعد ما خلاص بقت مدنية وبقت عامة، فقاموا جوني راجعين عشان أغنوا النصوص دي، أنا رفضتها. ما أنت ما غنيتها في بداية الشرارة، أنا ما حديك لا تغنيها بعد ما خلاص. فكان موقفي في دي الحاجة الوحيدة اللي خلت انه الحاجات الوطنية ما تطلع. لا تتأخر شوية، لكن ممكن في الأيام القادمة ترى انه القريبة، نتمنى انها تظهر وتتغنى على لسان الفنانين. شكرا جزيلا. إن شاء الله. مكارم، احنا برضه الآن عايزين نستمع، وبرضه الشاعر الفنان له دور كبير جدا طبعا. أيضا طبعا. ورسالة قوية، لأنه هو بيترجم أحاسيس الشعراء. رسالة الفنان هي بتنقل رسالة الشاعر بطريقة مباشرة. الشاعر هو اللي بيدعم الفنان وبيدي الفكره، وزي ما بيقولوا زي الترجمه كده. صح. ف احس الشعر هو اللي بيدعمنا وبيخلينا نقدر نقدم حاجه، وتشجيع الشعر هنا هو اللي بيدعمنا والله. غير الشعر ما لنا مساحه. يلا ترجمي لنا اي نوع من انواع الشعراء واي نوع من انواع الكلمات. الان نستمع. نسمع. طبعا اي اغنيه غناها الخليفه بغنيها. يا سلام. حتى لو غناها غيره. لو الرحمة والمغفرة. يا سلام، نغني طيب، نستمع ونترحم عليه، نعيد على أسرته بالتأكيد.
تدير عيني انا سلام بدحتي مكارم. شكرا زوبا. يعني الاغنيات الحماسيه عموما يعني، وزي ما ذكرت في المقدمه انت عندك واحده من الاغنيات الحماسيه انا ليك بزغرت انت الفنانه الجميله انا القلعه على التحيه، فواحده من الاغنيات ايضا اللي كانت مميزه جدا واللي اخذت رواج، الكلمه ذاتها موزونه وبتعبر عن هويتنا وتفاصيلنا السودانيه المميزه. خلينا نتكلم عن مثل هذه الاغنيات وكيف انها ممكن تكون يعني موجوده في الساحه الغنائيه السودانيه خاصه بين النساء الفنانات تحديدا. طيب احنا نقول ممكن الموقف الهمك يخليك انك تكتبي. طيب الاغنيه دي انا عندها اخوي تغير اللي هو التحيه هنا، ومي بتقول له ما تتجلد، انا ما عارفه منك لو اتجلدتها. فكان عندنا مناسبه انا شفت اثر الدم في ظهره، قمت قلت له في الجبين مكتوب رجالته باينه ذكرنته وحرارته وقلبي ما داير له سبه وانت للعد ما نوساته. فبعد ذلك جيت لقيت كبه كب ليك بزغره اديك شبال وانت تعرف، فجيت فكرت انه الاغنيه دي ليه ما تكتمل بنفس تفاصيل الحماس اللي بتشجع الزول انه يتجلد. انا واحده من الناس لو شفت زول بيتجلد بزغرت وبسخن الدلوكه عشان اشوف الرجال يتجلدوا.
فالموقف ده خلاني انه لا هي ما تقيف في الكوبليه ده، لازم هي تكون اغنيه مكتمله. فبعد ذاك جيت يعني انه هي التفاصيل المفترض تكون فيها شنو، اخذتها بالتسلل انه هي ممكن تكون بعديها الاحساس الزول اللي بيكون شايل الخنجر في جيبه في ذراعه احساس عادات وتقاليد ممكن ده طلب على الهواء طوال اقول كب كب انا ليك بدغري تديك شبال وانت تعرض اتحومر عينيه وفراسه في ذا الحرب والتراث لحم ومر ما بلو كحا شماليه في الشين والدياسه خمي جلميس برقبتك وعلي سيفك فوق رقبتك ابهر العجباه روحه والمطهم يجيف يحزرك ويبدو راعا بخناجره الخنايت ما بحاجره البغدرك ما بيسلم بشجاعة قيف بقادره وتحومر عينيه وفراسة سيد الحرب والتراسة لحم ومر ما بلوك حاشة وما ليه وفشين والدياسة وسيد السيادة والزعامة ودولة غايمة باحترامه وشكري ليوم الغيامة وهيبة في التوب والعمامة وكب كب أنا ليك بدغري تديك شبال يا سلام. يا سلام عليك يا كلمات جميلة ومميزة. وقبيل أستاذ أحمد ذكر أنه أنتم محتاجين يتغزلوا فيكم تغزل صريحة صحيح؟ يعني مثل هذه الأغنيات والعادات والتقاليد الممكن تنعكس مباشرة في قالب يعني غنائي مميز قد يصل إلى الناس. في ناس كثيرة جدا من خلال أغنياتنا بتترجم عاداتنا وتقاليدنا، ونحن من الشعوب اللي بنمتلك يعني إرث جميل ومميز بنختلف في عاداتنا وتقاليدنا وتفاصيلنا المميزة وسحناتنا أيضا، ممكن تنعكس في قالب غنائي مميز عن طريق الشعر. هو طبعا أنا بفتكر أنه قبيل زوبة قالت كلام أنه النساء مشاعرهم فيما هو غرامي أقرب. أنا يمكن أكون بخالفة المشاعر دي في الإنسانية بشكل عام، يعني زي ما ممكن تكون صادقة من الأنثى زي ما ممكن تكون صادقة من الرجل، لكن في أغنيات الحماس تحديدا أنا بفتكر أنه المرأة لها القدح المعلى في صناعة الأغنية اللي علاقة بالحماس تحديدا. وليه؟ لأنها هي اللي بتشكل الرجل، والأغنيات دي خطيرة شديد لأنه يعني أبهاتنا وأمهاتنا تربوا عليها وعندها فعل السحر في الشخصية السودانية. لذلك أنا كنت أتمنى يعني هسه أنت لو لاحظت أغنية نضال القلعة العاملة زوبة دي هي بتتكلم عن الزول اللي بيضبح لضيف والكذا الكذا. أنا أتمنى شديد أنه هي بس تشجع العادات الجيدة وترفع يعني عاليا مسألة البطان دي. يعني أنا بابا أحترم كل القبائل اللي بتتجالد يعني، لكن بصورة أو بأخرى كنت أتمنى إنه الشعر يعني ما يشجع الزول البظلم أخوه أو الناس تتجالد عشان يعني ما في النهاية عشان أنت تكون راجل ما ضروري شديد إنك أنت تركز للصوت يعني. صحيح. فوالله طالما هي غنى يعني عنده رسالته اتمنى انه يشجع على مكارم الاخلاق، على حب الوطن، على دفاعنا عن بلدنا، عن حاجات كثيره، لكن بنفس المعدل يزم العادات العلق العفى عليها الزمن يعني. صحيح. وهذا مع احترامنا للجليد والتفاصيل دي، بالتاكيد دي عادات وثقافات كلنا في دمنا وفي تفاصيلنا موجوده، لكن والله يا اخي يعني وهم الناس اللي بيتجلدوا ده اللي بيدركوا تماما الخطوره والها، لكن دي حاجه موجوده زي ما انت ذكرتها في دمنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا، فبالتالي مباشره ممكن ليتغنى النساء بمكارم الاخلاق. في قبائل ما بتقبل الا يكون يعني في مناسبه ما لم يكون في ربابه فاصل بتاع ربابه بعد الفطور وجلد، فبيشوفوا رقبتهم انهم ما عرسوا او ما عمل زي بقول لك شيء اساسي في الصينيه. صحيح. هم عندهم العنج شيء اساسي في المناسبه. صحيح. دي عادات متوارثه. عموما نحن نتمنى انه نحتفظ ونتمسك بالعادات الحميده ونتخلى عن العادات السيئه الممكن تضر بتفاصيلنا وبصحتنا وباشياء نحن في غنى تماما عنها. عموما السودان جميل بناسه وبعاداته وبتقاليده وبتفاصيلنا وبسحناتنا السودانيه المميزه اللي بنعتز ونفتخر بها. نحن شكرا لك جدا استاذ احمد البلال فضل المولى، نورتنا اليوم وشكرا جزيلا على شكراً. الحديث الجميل والحضور الانيق. شكرا. شكرا لكم، وانا زعلت سعيد شديد واتمنى اننا نكون عيدنا على كل الناس اللي بيعرفونا. بالتاكيد نحن ما الاحق بالقعده
في الكرسيين ديل طالما نتكلم عن الشعر والالحان، لكن هي مصادفه. نتمنى ان نكون مثلنا باقي اخواننا خير تمثيل وقدمنا عيديه لطيفه للناس. شكرا شكرا جزيلا استاذه زوبا، نورتينا وشرفتينا، ومره ثانيه كل سنه وانت طيبه. شكرا جزيلا. شكرا لك انت، وشكرا لكل الناس اللي تابعتنا. المغتربين دائما قاعدين يهاجمونا، بيقولوا لنا انتم قاعدين تنسونا، احنا ما نسيناكم، لكن قاعدين نختم مسكم نقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يردكم سالمين ان شاء الله يا رب. وشكرا لكل الناس اللي تابعت. شكرا شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا للصوت المميز والاغنيات الجميله اللي خللت هذه المساحه. شكرا جزيلا للفنانه مكارم بشير، نورتينا حضورا جميلا وصوتا ايضا طروبا ومميزا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك فاطمه، وشكرا لقناه النيل الازرق، هي انا بسميها القناه الام بالنسبه لي. وشكرا زوبة على الفرصه الجميله بلقائك، وشكرا استاذنا احمد البلال فضل مولى، كنتوا يعني دم خفيف وروح حلوه، وزي ما بيقولوا حاجه ماده دسمه. وفطومه منوره الحلقه بيكي، ومنوره بالفرقه الموسيقيه والكورس الظريف. شكرا. الكاست العامل ايضا بنشكر الفرقه الموسيقيه، وبشكر كل الناس اللي تابعونا عبر هذه مساحه ترنم بالكلام، والتحيه للطيور المهاجره، وتحيه لكل الناس اللي تابعونا عبر الشاشات وعبر منصات التواصل الاجتماعي. لحد ما نلتقيكم باذن الله، توقيع الختام مع الفنانه مكارم بشير والفرقه الموسيقيه، وفي امان الله. شامه